الكواليس او تفاصيل لم تعرف. اللي انا لولا ادعهم هم ادعي انا عمره ما كان هيبان ولا كان هيبان طريقه. بمناسبه عيد الام عايزك. انا بالصدفه كنت موجود في الاستوديو والمشهد لعادل امام على القهوه بيكسر عقدها ومنى شلبي تساعدها عادي جدا عادي جدا. دي هما قلتين كان اول ما دخلنا لما قال انا امي اول ما عرفت ان انا جاي مع حضرتك النهارده ادتني التليفون وقالت لي تتصور مع استاذه منى ماشي. خد يلا هنا هنا خد يلا هنا هنا اللي حضروا معانا قبل كده تصوير الحلقات هيقدروا بسرعة يعرفوا اللي أنا هتكلم عليه. إحنا في زمنين لكل حلقة بنعرضها من البرنامج ده. زمن العرض على الشاشة اللي بيبتدي بالتتر وبينتهي بالتتر، بيبتدي بتتر البداية وينتهي بتتر النهاية. إنما في زمن تاني، زمن فعلي في تسجيل الحلقة، والحقيقة إن هو في غالب الأمر بيبقى زمن أطول وأحيانا بيبقى أمتع كمان من الزمن المحدد على الشاشة، لأنه بيبقى الضيف معانا أو الموضوع معانا أو القصة معانا بيبقى فيه حالة من عدم التكليف، بيبقى الضيف في حالة من الارتياح بيحكي وبيتكلم أو بيغني أو حتى شخص عادي بيقول على تفاصيل قصة هو عاشها أو اللي حواليه عاشوها. الجمهور كمان في أوقات كتيرة ممكن بيتشارك معانا. كل الأجزاء دي أكبر بكتير من زمن العرض على الشاشة، وبالتالي بيبقى في عملية مونتاج. المونتاج ده عشان تخلي الحلقة في نطاق الزمن المحدد. في كل الأجزاء اللي بتتشال من المونتاج، الحقيقة اكتشفنا إن احنا عندنا أجزاء كتيرة جدا حلوة وممتعة ومضحكة أحيانا، فيها بعض المواقف الحرجة اللي ممكن تحصل، فيها ضحك، فيها تفاعل، لأن عندنا كمان كواليس ما قبل حضور الجمهور. يعني قبل ما السادة الضيوف ييجوا سواء فيسبوك أو دعوات، قبل ما بيدخلوا بيبقى فيه تحضيرات بقى، الإضاءة، تحضيرات الكاميرات، تحضيرات البروفات، لأنه بالذات لما يبقى فيه حلقة فنية أو يبقى فيها مطرب أو مطربة، اكتشفنا أن عندنا كم كبير جدا من المقاطع اللي ما تعرضتش قبل كده، والحقيقة أن فيها مذاق خاص وفيها حاجات تفاصيل تستحق أن تعرض. أول حاجة هنعرضها لحضراتكم يوم ما كانت معانا هند صبري. هند صبري مثلاً عقدها اتقطع وسط الكلام، يعني عمالين بناخد وندي عادي جداً عشان الحلقة، فجأة العقد اتقطع. ابتدت عينيها تزوغ أو ما تبقاش مركزة في الحديث، تبقى مركزة على الشاشة، الشاشة اللي ورانا دي، لأنه في عندنا شاشات بتعرض وإحنا قاعدين بنصور. كل شوية تبص على الشاشة وتعدل العقد بتاعها. تبص على الشاشة وتعدل العقد بتاعها. وفجأة كلنا فهمنا انه هند صبري عقدها اتقطع ومش عارفه تتكلم. انا ام وست وزي ما قلتي عندي حياه مليئه وممثله، فساعات بيبقى ليا نفس اتزوق وابقى حلوه، وساعات ما بيبقاش ليا نفس، وساعات يعني طيب انا مش عارفه احنا هنكمل مأساتك مع الانستغرام، احنا هنصورك لما العقد اتقطع بس بعد كده هنشيلها في المونتاج. ادوها فرصه بس تظبط اديني فرصه ركوكي واتقطع امتى بقى؟ انا شفته وقعدت امسكه. لا 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 خدي حد يساعدها، حد يساعد هند. انا اساعدك ودي. تمام. بصي بقى، لا عايزاكي انا هسيبها لك حالا بس تدوسي عليها شويه اعتقد. استني كده، كده تمام، والحته دي هتبقى مستخبيه.
تسلم ايديك يا استاذه. انت بتتصوري وانت بتلبسيني ال ايه؟ انتوا بتصوروا ايه؟ ده مين دول؟ لا ما حد. اه يا ولاد اللذينة. لا لا ده مش النشر. لا ده طبعا ايه ده خلاص اتنشر. ده اتنشر خلاص. عادي 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 يا جماعة. اوعى هند صبري تكسر عقدها ومنى شاذلي تساعدها. عادي جدا خلاص. عادي جدا. أما مشكلتنا مع العالمي أميتاب باتشان كانت الشال. كل شوية الشال يقع يتحرك يجي على الميكروفون يبوظ الصوت. देखा तैनू पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे रब्बा मैनू की हो गया. بطلة الخماس المصرية آية مدني جت الحلقة مع ابنها يونس. يونس عاش حياته، كان براحته على الآخر، يضحك ويزعق وكمان شد شعر المذيعة. انت عايز يجي والله. انا حاسة هو عايز يجي. ما بيروحش لأي حد والله. طب يلا يلا تعالى بس ما عيطش. ايوه ينفع كده. بصي هما 30 ثانية بس وهكون عايز يروح لماما. بصي انتوا كلكم بتعملوا الحركات القرعه دي. انت هتقعد شويه 30 ثانيه وبعدين تحس ان ماما وحشتك. ادي احنا هنجرب اهو بالقعده. يا مسهل يا سلام. لا لا ده هشتغل اعلامي فورا. لا انا مش تعبانه خالص على فكره. انا اول ما هيكون عايز ماما هوديه لماما بس مش متضايقه خالص. اتفضل حضرتك. بس فبعد كده طبعا حصل الخميس بقى. ايه طبعا كانت يعني لما شافت الدنيا في الخميس كان تقريبا كان في عجز تقريبا. فحتى الاستاذ شريف عريان تقريبا كابتن شريف فكلمها وكان محتاج الاقي احنا محتاجين نيجي فتره دي عشان المنتخب في 2016 البرازيل وكده سواء من المدرجات او من امام الشاشات. قالوا الاهلي. لا 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 براحتك خالص براحتك خالص. واهلي تعالى نقول كده احنا سواء من هو بيشجع اهو ابتدى يشجع اهو من المدرجات او من قدام الشاشه كلنا هنشجع آية مدني بطلة العالم وبطلة مصر في الخماسي الحديث. واللي مش عايز يشجع آية يشجع يونس. العزيز خالد صالح وهو في مسرح الهناجر كان مصر إنه يسلم على كل الناس وكأنه بيودع كل الناس اللي اشتغل معاهم من زمان في المسرح ده. خالد صالح انت كنت حابب جدا قلت انا لو جيت هنا لازم اشوف كل الناس اللي انا اشتغلت معاهم في المسرح. طبعا الناس اللي كانوا بينوروا فعلا اي اضاءة اي بروجيكتورز كان بينور جوايا انا الاول وكانوا معنيين يعني بينا جدا. الاستاذ ده اللي كان بينور جواك محمد حسني. محمد حسني وفي واحد مش موجود اسمه بكر. اتفضل اسامه. اتفضل يا اسامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. باك ستيج وديكور محسن كان بينور قلبه. حضرتك كنت بتعمل ايه؟ كنت كل حاجه دي بقعد معاه على طول يعني اسامه باك ستيج ومسرح وكواليس وكل حاجه.
كنت معايا هنا على المسرح. متعب خالد صالح في الكواليس؟ لا بالعكس، كان اخ كبير ومعانا يعني مش هقول. وعلى فكره يعني من وقت ما عرفناه لغايه حبوب 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 خالد يعني. ما يا جماعه ده بيقول لك الممثل لما يتقمص ده ما بقاش طايق حد حواليه. لا 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 مش لا لا خالد، دول اصحابي واخواتي والمبدعين الحقيقيين اللي انا لولا ابداعهم هم ابداعي انا عمره ما كان هيبان ولا كان هيبقى له طريقه. مش بس في الحقيقه اسامه ومحمد حسني، وفي ناس كتيره جدا جدا، بكر و و و الى اخره، بس احنا جينا في ميعاد ممكن يكونوا مش موجودين فيه. انا استدعيت الاساتذه غصب عني، بس هو يبان كده فيلم جدا يا فندم. هم اللي بيتكلموا عليا والله، هم اللي بيتكلموا عليا. قال لهم افتحوا لي لو سمحتوا، ده ما يفتحوش. في كمان عبد السلام. تعالى اهلا وسهلا. من حبايبي واصدقائي والناس اللي عملوا معانا مجهود عظيم عظيم على مستوى الشغل طول الوقت في الحقيقه. فنك يا ريس، ربنا يكرمك، ربنا يحفظك. فنك يا ريس. وايدينا اللي لم تكن في ايد بعض مع ايد الدكتوره هدى وصفي ودلوقتي ايد هشام، الحقيقه ما كانش في حاجه تنجز. يا لهوي على الصمت في المسرح. الصمت يا اخواني يعني الكثير، وقد يكون ابلغ من الكلام. وقد تعلمت منك يا مسرح الصمت كما تعلمت الصبر، صمتا جميلا وصبرا جميلا. الأستاذ محمد صبحي كنا على موعد معاه في حلقة عن تراثه المسرحي وعن قدراته التمثيلية وتاريخه في المسرح، وكنا محددين جدا تحديدا في المكالمات اللي كانت بينه وبيني بخصوص تفاصيل الحلقة. ده كله كويس قوي، وبعدين عرفنا ان هو بيحضر مسرحية جديدة، عظيم قوي. فبادر البرنامج وقلنا له طب ايه رايك يا استاذ صبحي لو تعمل سكتش مع غاده رجب، سكتش نجيب الريحاني وليلى مراد. فجزء من الثانيه يعني هو ما فكرش كتير، قال لي اه طبعا فورا. وكان الاتفاق ان هو يجي قبل تصوير الحلقه وقبل ما الافاضل الجمهور يدخلوا وقبل الميعاد المقرر، يقعد يفتكر الاغنيه شويه مع الفرقه، لانه في النهايه انت لما تبقى حافظ اغنيه حاجه ولما تيجي تغنيها مع فرقه حاجه تانيه. ومعاه غاده رجب. ايوه عايزين نروق شويه يعني، وين كتير هم قلتين كان فاير هقطع عشق. انا حاسس مفيش، حاسس بايه ومفيش، حاسس بمصيبه جياني، مصيبه ما كانتش على بالي. حاجة تاكلي؟ أكل إيه؟ أمال عايزة إيه؟ عايزة أفرح، عايزة أغني، عايزة أبوسك مش عارفة ليه. أنا الهنايا الفاكر غرامي، وأنا ليا من غيرك يقسمني فرحة هنايا وهنايا. إنك معايا عشان تقسمني ليلة هنايا وفاكر غرامي، وأنا ليا من غيرك يشاركني فرحة هنايا. احكي التتي وادخل جهنم وانشيوي وسخوة يا دهوتي. علشان كنت اكوي بالمروانة احكي التتي وادخل جهنم.
شوي واصرخ واقول لا لا اخواتي علشانك انت احبيبتي وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا قهوتي علشانك انت احبيبتي وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا قهوتي. تعالى يا شباب بقى تخلص الواجب بتاعها ايه ال 10 دقايق بتاعتي لا لا واحنا انت عايزه تسمعي ايه كنت ضروري جايه لك عشان صبحي اولا تاتش وود برافو عليهم هما الاثنين وتحديدا استاذ محمد صبحي البروفه دي اخذت بالظبط الوقت اللي انتوا شفتوه اربع خمس دقايق بالكثير انما ساعه التسجيل ومع الكاميرا قالت ستارت وابتدينا الحلقه غنى زي ما يكون عامل عليها بروفه مثلا 10 ساعات او يومين ثلاثه خلاص يعني هو يدوب افتكر الكلمات والوقفات وكانت على الشاشه ممتازه وبالذات لما بقى دخلنا الطربوش واكسسوارات العربيه واتذاعت في حلقه من اجمل الحلقات. بعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم كواليس واجزاء لم تعرض من قبل. انا عايزه حاجه. حاجه ايه؟ حاجه تاكلي؟ اكل ايه؟ ولا عايزه ايه؟ عايزه افرح، عايزه اغني، عايزه بوسك مش عارفه ليه. يا لطيف بوسي بوسي يا غاده بوسي بوسي يا ماما بوسي. حلقات صورناها من أكثر من سنة ونص مثلا مع الكبير الرائع ذو القيمة الكبيرة وحيد حامد. وحيد حامد في الحلقة دي ربنا يديله الصحة يا رب كان في أحلى حالاته، كان في حالة من التذكر، قعد يفتكر حاجات حلوة قوي عن مراته وعن حياته وعن شبابه وعن طفولته وعن أسرته، وقعد يفتكر مواقف كتيرة مع أصحابه. حاولتوش تقنعه وحيد حامد في كل الأعداد دي إنه يمثل؟ وحيد حامد نفسه يمثل. ما هو بيمثل علينا طول الوقت، هو طول الوقت بيمثل علينا. طب شفتوه هو بيمثل؟ لا انا عاوز اقول لك، استنى بس هسال وائل، شفت وحيد حامد وهو بيمثل؟ بتسالي وائل على طول. ده كان واخد دور بطوله في فيلم سينمائي وحيد حامد. شوف بقى انت، شوف انت بقى عامل نفسك صاحب. استنى بس يا استاذ وائل، لا لحظه واحده، شوف عندك المشهد ده نشوفه. عندي المشهد وفيلم ايه من اشهر الافلام العربيه، اللعب مع الكبار. اهو شفت، انا بالصدفه كنت موجود في الاستوديو والمشهد لعادل امام على القهوه ومحتاجين كومبارس يلعبوا طاوله، فانت بتوفر فلوس الكومبارس. استنى بس يا خرب، عادل امام بتوفر 20 جنيه بتاع عادل امام. قال لي ايه؟ ايه رايك وحيد، انت اللي هتيجي، شريف عرب، انت اللي هتيجي تقعد قدامي وترمي الزهر وتقول ايه حسن، هي الجمله كده، حسن ما تيجي العبك 10 طاولة. انا المنتج. كويس، اوفر يا عيني. اوفر ايه؟ انت مش عارف حاجه. عشان اقول حسن تعالى العبك 10 طاولة عدتها 10 مرات. لا خدت خام. ده كويس، ولم يتبقى منها غير. طب اتفرج يا استاذ وائل. نشوف المشهد. ايه رايك في 10 طاولة؟ وبيرجع انشاء اول قناة بين البحرين عن طريق النيل الى حوالي. وحيد حامد مرة، احنا مرة قررنا ان احنا نرفض وحيد حامد. ايه؟ نرفضه. يرفضوني انقلاب. عملنا انقلاب. الانقلاب. انقلاب. بعد كان يقول لك انه ينم ويقول لك انه هنا تطبخ المكائد في هذا المجلس وتصنع الاخبار. بعض الناس كانت تستهدف المجلس ان احنا يعني بنعمل مكائد ومؤامرات وبننم على البشر. احنا الراجل يسافر تسيطروا على الطلبه. رفضناه فعلا ورفضتوه. فوحيد حامد عمل معايا على اعتبار ان انا عجوز زيه، طلب لي القهوه بتاعتي
جات القهوة لقيتها مية سخنة من غير قهوة. قال لي اشرب. قلت له قلت له حاضر شربت. أما عمرو خفاجة بقى فجاب القهوة حقيقية بس من غير السكر، حط له ملح كلها. قال لهم حطوا فيها ملح زايد. فعمرو خفاجة ده اكتشف انها ملح فقال له اشرب. قال له حاضر شربها كلها. شربها كلها. ايه هو الراجل ماسك عليكم زي الوحيد؟ قال له نبي يا استاذ وحيد ممكن فنجان تاني بملح برضك؟ يعني كتير اللي بيتابعونا من سنين يمكن ما يكونوش يعرفوا انه مقدمة البرنامج عندها نقطتي ضعف او نقطتين ضعف لهم علاقة بالبكاء والضحك. يعني مقدمة البرنامج سريعة البكاء وسريعة الضحك. الضحك مش مشكلة، انما البكاء بنتعامل معاه بحرص كبير. يعني انا هقول لحضرتكم على حاجه، لما بعمل برنامج على الهواء دايما بيبقى فيه اتفاق ضمني ما بيني وما بين المخرج انه لما يبقى في حاجه مؤثره، قصه، موقف، تفصيله، يبعد الكاميرا خالص عني، يبقى مع الضيف، يبقى في بعيد. انما عشان انا عارفه ان انا دموعي قريبه زي ما بيقولوا، صحيح ان عقلي في معظم الاحيان بيبقى شغال وبيتدارك الدموع، بس يعني صفة إنسانية ما أقدرش أو ما عرفتش أتغلب عليها طول السنين. بس في حلقة من الحلقات أفتكرها يعني ما كنتش قادرة أكمل الكلام. هي كانت مع مجموعة من الأطفال أو الشباب الرائعين اللي عملوا بيهم منتخب أطفال الشوارع. مش عارفة ليه كنت نفسيا زي ما بيقولوا فراجايل، كنت هشة جدا، ولأنهم قالوا كلام حلو قوي، ولأنهم كانوا طيبين قوي، ولأنهم كانوا أنقياء قوي، كنت كل ما أشوف الطيبة والنقاء بتاعهم وتخيل شرور الدنيا وشرور المجتمع وشرورنا كأشخاص أعيط زيادة. أنا نفسي أنه رجل أعمال أو بيزنس مان، يعني هو رجل أعمال هو لعب كرة. رجل أعمال أو بيزنس مان؟ هو واحد أو لعب كرة. طيب وعايز تبقى بيزنس؟ حاجة عليا بضحك عشان اولا حباك جدا. على رايك يا بوز ازاي انا بضحك على ايه؟ يا بيزنس مان يا رجل اعمال، الاثنين واحد. انا عارفه. طيب لا، بيزنس مان في ايه؟ يعني عندك تخيل كده ولا عندي؟ انا عاوز اطلع رجل اعمال علشان حابب اعمل مشروعات وحاجات يعني لبلدي، واسافر برضو الدول برضو التانية واعمل برضو فيها حاجات كتير، والناس تعرفني يعني عشان ايه اكون قدمت خير واعمل حاجات كتير هنا في مصر وخليها موجودة على طول، وفي البلاد اللي بره برضو اعمل فيها حاجات كتير وكون موجودة على طول علشان اكون دايماني على طول، عشان لو مت مثلا يكون موجود على طول الناس تفتكرني. انا بجد محتاجه منديل. بس انا اسفه خلاص بقى، وهي كلها باظت خالص، خلينا نخلص الفقره. تعيطي ليه؟ هقول لك يا سيدي انا عيطت ليه. هجاوب عليك يا بودي، وانتوا احلى مما تصور، احلى بمعنى اداء انتوا بتتكلموا كويس قوي، احلى بمعنى تفكير انتوا تفكيركم حلو جدا،
احلى بمعنى انه ان انتوا بتحبوا الدنيا واللي حواليكوا اكتر يمكن ما اخدتوا في بدايه رحلتكوا، ويمكن عشان تخيلت للحظه او لفتره تخيلت انه اي حد مكانكم لو ولادنا او انا كانت عندي البدايه القاسيه دي يمكن ابقى كره كل حاجه حواليا، ويمكن اكون شايفه انه ان انا اتحرمت من حاجات كان ممكن اخدها لو اللي حواليا كويسين، بس انا شايفاكم بتحبوا اللي حواليكم. في كلمه في العربي اسمها ضغينه، مش عارفه اخدتوها في القراءه ولا لا. ضغينه دي يعني انت تبقى عندك ضيق او كاره اللي حواليك او كسوة. غضب نعم قسوه قسوه او تبقى متضايق من اللي قدامك ومن اللي حواليك، بس انتوا ما عندكوش ده. حلقة عيد الأم من الحلقات اللي فيها حاجات كتيرة قوي وكلها حلوة قوي، حاجات كتيرة زمنا وكما، وحاجات كتيرة قيمة وعاطفة. كان عندنا كمية حواديت حقيقية وبراقة وآسرة ومؤثرة. الحقيقة دي حلقة احنا قعدنا نحضر فيها شهور مش أسابيع عشان ننتقي القصص والشخصيات والحواديت. مش هحكي على تفاصيل يمكن تكون اتعرضت، انما هحكي على كواليس اللقاء الفريد اللي عملناه ما بين شيماء ومامتها، والخدعه المرتبه اللي احنا قلنا للمشاهدين عليها بس بعد ما الام وقعت في الفخ، وكانت واحده من اجمل المفاجآت اللي ممكن بنت تقدمها لوالدتها. احنا هنعرض لكم ازاي كنا بنخبي شيماء من مامتها، لانه الام كانت جايه او فاكره انه الهديه بتاعتها زي ما هي كانت متمنية أو حابة أو طالبة إنها تحضر تصوير الحلقة. هي المفروض شيماء بقى تنزل إمتى؟ الصيف الجاي ولا بعد سنة؟ هي قالت لي إحنا كل فلوسنا خلصناها في الجوازة وما معناش ولا يعني ما فيش وفرة إنه أو دلع إنه إن هي تنزل مصر. رفاهية ما عندهاش لا ما عندهاش لسه دلوقتي. المفروض تنزل إمتى إن شاء الله؟ لا مش أقل من سنة. يا حبيبتي. مش أقل من سنة. تلاقيكي يعني بتعدي الأيام. مش عارفة أعمل إيه، بس يعني كان نفسي أطمن عليها. يعني كل سنه في عيد الام تقول لك كل سنه وانت طيبه يا ماما. لا حضرتك لا تتخيلي، كل سنه في عيد الام هي اللي بتصحيني الفجر وتقعد تغني لي صباح الخير يا مولاتي، ودي بتتكلمي بجد ولا بتضحكي علينا؟ والله العظيم بجد. انا ابتديت الحلقه بانه الام دي كائن اسطوري، يعني الام بتغني وبتمثل وبتتخيل بتعمل كل حاجه عشان الاولاد. كنت بتغني لهم ايه؟ محمد هيتكسف. محمد هيتكسف؟ لا خلاص بقى محمد بقى ما شاء الله راجل كبير يعني. ظابط بحر وقعد اغني له واعمل له مساج، لازم مساج الصبح ويعمل استريتش لنفسه كده عشان كل واحد بيحب حاجه كنت بعملها. يعني ده لحد السنه اللي فاتت، وان شاء الله السنه دي لو ربنا اداني عمر هعمل لهم كده. بس السنه دي شيماء هي اللي مش هتبقى. لا مش بس شيماء، عبد الله. عبد الله في الجيش. طيب انا عايز اسال، هو في حركه هنا؟ هو في حد هنا بيتحرك؟ معلش المدام. معلش في حاجه حضرتك عايزه حاجه؟ في حد عايز حاجه؟ ممكن تبصي معايا كده يا مدام ماجده، في حد عايز يقول لك حاجه غالبا. شيماء يا جماعة، دي شيماء. اقعدي يا شيماء، اقعدي جنبها واحضني، اقعدي جنبها واحضني. انت كريمة قوي. من
من مانشستر من مانشستر لحد هنا جبناها لك جري. بوس هنختم الجزء ده بحلقه من حلقاتنا اللي كانت فيها كان فيها اجواء خاصه مع راغب علام، والحقيقه ان هي كانت اجواء خاصه جدا او خاصه زياده عن اللزوم. احنا خلاص خلصنا اهو، غنى الاغنيه الاخيره، وفي اغاني على فكره لما بنبقى هنا في الاستوديو ممكن المطرب يغني مره والناس تقول له غني تاني فيغني تاني، فاحنا عامه بنذيع مره واحده، ان بيبقى في حاله من الالفه مش مطلوبه ابدا ان احنا نكسرها، بيبقى الضيف مستمتع والناس مستمتعه وتمام. راغب علامه بيغني الاغنيه الاخيره اللي عادها، وبعد كده حصل المحبه تحولت لهجوم. هو كان مبسوط جدا على فكره، ولما الجزء ده يعني هو كان بيعيد الاغنيه للمره الثانيه، يعني حتى هو كان حابب جدا انه المره دي هي اللي تتذاع، بس ايا كان اتذاعت في حلقه عن المقاطع التي لم تعرض من قبل اللي هنكملها بعد الفاصل. كريسماس واخر السنه كان معانا شجره كريسماس حقيقيه، وهي كارول سماحه، مطربه جميله وانسانه جميله وصوت رائع مليان طاقه كده وبتبرق الحقيقه كلها. وبعدين اتكلمت بصراحه، سالتها على فكره الزواج والارتباط والانجاب، او انا مش فاكره ان انا سالتها على الانجاب، انا سالتها يمكن على الاسره والاستقرار بس. وبعدين ابتدت هي تتكلم بشكل منفتح جدا وقالت انا نفسي دلوقتي ان يبقى مش بس عندي زوج وبيت، لا انا نفسي يبقى عندي بيبي ايا كان. واتكلمت الحقيقه بصدق كبير جدا، حتى كنت يعني لم الح في ذلك يعني. واتكلمت وقالت ان هي تتمنى ان هي ترزق بطفل قريبا. كارول سماحة بعد الحلقة دي بأقل من سنة كان معاها تالا الزغنونة اللي عملت لها أغنية رقيقة وجميلة. وعلى فكرة كارول سماحة جارتي، ده جزء يعني احنا تخيلنا انه يمكن استباقي، او يعني ده جزء ما كانش في الحلقة اللي اتعرضت، لان الحلقة كان فيها حاجات كتيرة جدا وغنى كتير ولطافة، ده اتشال، بس ما كناش متخيلين ان احنا بعد أقل من سنة هنعرضه وهي بنتها تالا على كتفها وبتغني لها. طيب ان انت تكبري اسرتك ويبقى عندك اولاد، ده من جزء من مشاريعك يا كارول ولا حاجه مأجلاها؟
انا اول ما تزوجت هذا الموضوع مزبوط اجلته. يعني في كثير ناس اليوم بيقول لي كارل رح يصير لك صار لك سنه متجوزه. بتعرفي نحن هون الحشري بالعالم العربي بيفتكروا انه مثلا في مشكل او حرام حرام حرام. اوقات في ناس بيقولوا لي يعني هم عايزين يكونوا حساسين ما يحرق ما بدهم يحرجوني. كارل يعني احنا مش عايزين نحرقك بس انه نعرف طبيب جامد. يا عمي انا ما عندي مشكله انا مأجل الموضوع. يعني ما كان حدا عم بيصدق انه هلا بس بالمرحله هيدي اللي عشت هلا مثل ما الله بيريد. يعني لا يعني انه طبعا يعني حاطه في البلان انت يبقى عندك يعني نص دسته بنات وبنين ولا يعني يا ريت يا ريت لو تجوزت بعمر 20 كنت بعمل 4 و5 اولاد. بحب كثير العائله الكبيره بس هلا بحس انه اذا الله بيعطينا ولدين بيكون كثير منيح. ربنا يعطيكي ويبارك لك في اسرتك وتكبر. جبنا لالي الحي وهدي وحلمنا بعيدة وانطرنا ما جيتها وهي تتدلل وتزيدة. جبنا لالي الحي وهدي وحلمنا بعيدة وانطرنا ما جيتها وهي تتدلل وتزيدة. إنا سمينا بالنسبه للزوجات بقى الزوجات انواع. زوجات يقولوا لا احنا مش هنطلع خالص احنا جايين مع الشخصيه وهنقعد في الكنترول بس ونتفرج. بقول لهم كل الحق. وفي زوجات بيقعدوا عادي في الصف الاول وعارفين انه الكاميرات هتيجي عليهم. وفي زوجات بيبقوا ما عندهمش مشكله خالص ان هم يبقوا جزء من الحوار وده بيبقى لطيف. زوجة دكتور نبيل العربي اكتشفنا ان هي شخصية لطيفة جدا ومنفتحة جدا وبقت في جزء من الحديث وده كان شيء احنا متنينا له. زوجة مدير المخابرات العامة الاسبق ومن قبلها مدير المخابرات الحربية كانت حريصة على التواجد مع زوجها بس طلبت ان هي ما تتكلمش خالص. شكرا جزيلا سيادة اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا جزيلا يا سيادة اللواء. انا هسلم عليكي. هسلم عليكي قبل ما تمشي. انتوا مكملين. بس جواك مش عايز اقول غصه بس وقفت عند لحظه انه ازاي الوفد اللي رجع ارضنا رئيس الجمهوريه ينشغل حتى ولو كانوا فنانين ينشغل بيهم وما يسلمش عليهم. الحقيقه يعني الواحد كان بيأدي واجبه. كل الناس اللي قلت لهم عليهم دول كانوا بيأدوا واجبهم. ما كانوش منتظرين اي نوع من انواع المكافاه او التكريم او اي شيء من هذا القبيل الحقيقه. يعني اللي يأسفني بس ان عدد منهم بذلوا مجهود كبير قوي توفوا. ما اقدرش اغفل الجزء الشخصي فيه يا دكتور نبيل. يعني انت ليك زوجه فاضله وهي مشرفانه هنا في الاستوديو سعداء بوجودها معانا. اهلا بحضرتك. انا اسف كانت بتحضر المحكمه بانتظام. كانت بتحضر المحكمه بانتظام. حضرتك بتحضر المحكمه؟ ومره كان عندها حاجه انشغلت فرئيس المحكمه ده قال لي فين مدام العربي؟ مدام العربي انت كنت بتحضري المحكمه؟ كل الجلسات حضرتها وكانت مشوقه جدا. كانت طب هو انا يعني هو انا اضايق حضرتك لو طلبت منك تيجي هنا ولا لا؟ ارجوكي 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 اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ايه
ماي كساب اتخطبت لأوكا، وكان بقى حدث على السوشيال ميديا، كل واحد داخل بيدلي بدلوه، وبقى الموضوع أزمة نفسية وهي تدافع عن نفسها. وحضراتكم كلكم كنتوا عارفين طبعا الأجواء دي، وكان في حلقة اتذاعت مهمة جدا، كان في حلقة اتذاعت وتشافت بشكل كبير، ان كانت اول مرة ماي كساب تتكلم وتقول يعني القلب وما يريد وانتوا مالكوا، انا بحبه وانا هو انسان طيب ونقي. بس فوجئنا واحنا بنجهز الحلقة للعرض ان احنا عندنا اجزاء كتيرة جدا زيادة في التوقيت. هنعرض لكم شوية حكايات لطيفة وتضحك، وللأسف كان في الحلقة دي ما كانش لها مكان زمني عشان تتعرض على الشاشة. انت فعلا بتتري عليها وبتقول لها انه يعني بغني لها اغنيه عمو حماده عنده بطه بتعمل كده اهو. بص انا عامل لك مفاجاه، ثلاث اغاني ما تجيب من دي. فقلت له بجد؟ قال لي اه. فسمعني دي اول واحده، فرحت قلت له هي دي المفاجاه؟ قال لي اه. قلت له يعني ايه يعني ايه؟ قال لي يعني انا عمو حماده وانت البطه. قلت له يا راجل. قلت له فانا بقى عامله له الاغنيه ومش قايله، ما احنا عاملين مفاجاه لبعض. وقعده بقى بموت. فراح قال لي ايه يعني مش عاجباكي؟ قلت له لا، دي اغنيه نشغلها كده اه نهرج نضحك عليها، بس مش دي اللي انت قدام الناس تقول انك عاملها عشان خاطري. تمام يا محمد. وخلصنا بعد خناقه بقى لحد 9 الصبح وكده عشان عمو حماده، عشان عمو حماده عنده بط ده. لحد ما قلت له طب بص بقى يا محمد، عايز تعرف الاهداء بيبقى ازاي؟ قال لي قلت له اسمع دي بس ما تكلمنيش تاني، ومفيش اغاني هتشتغل في كب الكتاب. ورحت بعت له الاغنيه ونمت. يا جنرال يا جنرال قولي كلام، قولي الكلام كده تاني. الكلام كان نفسي اتجوز من بدري واجيب محمود ومنيره ومعاها حلوة، انا عمري حبيت وهي دي النتيجه. يا ناس انا مخطوبه لاوكا وماليش دعوه بأورتيجا. بقالي سنه مخطوبه لاوكا. نسيت كلام الاغنيه. لا غلط، انت اللي مش عارف كلام الاغنيه صح. انا بسمعها بقالي سنه، عمور سنه ازاي؟ لا يا ناس انا مخطوبه لاوكا وماليش دعوه بأورتيجا. اوكي يا جنرال يا حبيبي، الليله هتبقى نصيبي، الواد ابن الاميريه ده اول فرحه ليا، ده اللي غلاوته عندي بكل الدنيا دي، مهرجان حياتي يا اللي مالكش زي اللي بنظره واحده ملكت قلب مي. يتقال لي يا عم حماده اهو وبطل تعمل كده اهو. ربنا يديكوا الصحه. بيتعبوا يا عم، همتني احنا عجزنا. عجزتهم بسم الله ما شاء الله. طب لا مش هقول خلاص. لا ليه ليه؟ قولي اللي انت عايزاه. لا لا هو زي ما انتوا بتقول هو غنى مليان طاقه جدا، في انرجي كبيره جدا، زي ما هو هو مش غنى هو اداء. انت قلت كده صح، هو طلع من الشارع عامه يعني. طلع وطلع كده تلقائي. هو اداء في طاقه وفي حماس، وممكن يخرج العفاريت برضو. لا بيخرج زي الزهر كده يعني. خرب الزهر؟ لا لا بقولش عب الزهر. لا انا بقول انت بتقول زي يا رمضان ما بتحذرش في ايه. وبعدين انت عشان لابس النهارده الشياكه وحاجات ومش لابس زيهم النهارده. لا والله هم منبهين عليا. لا اوعى تيجي بجلابيه. منبهين عليك ايه بقى؟ لا لا والله قلت له الهايكول بس. لا استنى لا بس حلوه جميل جدا. الله جاي المنى الشاذلي برضه لازم صرف. لا 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 بحبها والله، انا بتفرج على التلفزيون عليك والله يا رب يخليك. احكي لي يا محمد بقى، انت لما جيت تكلم اهلك وقلت لهم على موضوع الجواز قلت لهم ايه؟ حكيت لهم ايه؟ انا جبتها لهم لحد البيت. عمل لي كمان شياكه برضه بصراحه. قمت جايبها وقلت لها بصراحه انا عازمك عندنا في الاماريه، بس برضه ما كنتش متخيل انها توافق بصراحه، اللي هو قلت اجرب عادي هتيجي ومش. قالت لي ماشي. رحت بقى قعدت من قبلها بيومين ما نمتش بحضر وامسح السطوح واقعد. والله يا جاي. وكان ساعتها بقى مفيش عربيات، رحت اجرت عربيه والله العظيم مش فاكر كانت بكام كتير قوي، ودفعت حتى فلوس قد كده شاري البيبان كتير زحف في العزوم. فانا كنت خايف من حته بقى ايه، ومش خايف منها، انا عارف ان هي واجب وكل حاجه بصراحه، بس كنت خايف لحته ايه مثلا، مين دي يا ابن الكذا؟ عارفه انت يا ست. والله ايه
احنا بعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم اجزاء لم تعرض من قبل. خلينا نبتدي بالتعاطي مع الجمهور. يعني على الشاشة بيخلص التتر على طول بنبتدي في موضوع الحلقة، بيدخل الضيف مباشرة لأنه ده الجزء الأهم اللي عايزين نعرضه. إنما في كتير من الأحيان بيبقى فيه أخذ وعطى مع الناس. عندك مثلا فاطمة عيد لما كانت معانا في الحلقة كانت بتعمل حاجة لطيفة جدا، قبل ما تغني كل أغنية لازم تحكي لك هي كلمات مين وألحان مين وتوزيع مين واتعملت فين واتغنت فين، بشكل من التواصل المباشر الفطري مع الناس. ده كمان بيعمل أجواء. أحيانا بيبقى الجمهور من نوعية خاصة، ممكن يبقى الجمهور أطفال مثلا، فبالتأكيد مش هبتدي الحلقة مباشرة بقعد أخد وادي معاهم، مش من باب ده كله بيتشاف في المونتاج، بس من باب الونس، من باب ان دول اطفال ما ينفعش ان انا اتجاهلهم، الكبار هيفهموا لما اتوجه للكاميرا واتكلم على طول، انما الاطفال لازم ناخد وندي معاهم. خلينا نشوف لقطات من اللي بنشيلهم من الحلقات. جدا. و في حد منكم اتعامل معايا قبل كده؟ في حد اتعامل مع، لا بشكل شخصي ولا في وزاره من الوزارات؟ لا يعني اتخرج من الجامعه اللي انا كنت بشتغل فيها. او حضرتك ايه كنت فين؟ ايه جامعه عين شمس. كنت كليه ايه؟ اتخرجت سنه كام؟ يعني انت كنت لسه داخل يعني جديد. وكانوا بيقولوا ايه بقى في الجامعه على دكتور احمد زكي بدر؟ ميكروفون ميكروفون بس. كان ايه مظبطكم ازاي بقى؟ لا يعني طبعا اولا طبعا العمليات التعليميه كده. لا ما تخافش ما تخافش قول بس والله. بخاف من ايه بقى؟ انا خلاص ما فيش حاجه، انا بس هستناك بره. عايز اقول لكم ان انا مبسوطه قوي ان انتم موجودين. لا انا مبسوطه خالص. مين لابس لبس جديد النهارده؟ ايه ده كله لابس لبس جديد النهارده؟ وتريني عماله اقول اللبس حلو كده ليه؟ الله، في بلوفرات حلوه قوي وفي فساتين حلوه قوي وفي جاكيتات حلوه قوي. انت كمان امور، كلكم امامير. احنا هنبتدي هنعمل حوار كده صغنون مع ممثل انتوا اكيد شفتوه في الافلام وكده، بس هتفتكروه لما هيكون موجود، وكمان هيغني لكم اغنيه لطيفه، وفي الاخر هقول لكم حاجه. انا هقول لكم حاجه اوكي. نبتدي الحلقه بقى. انا هعتبركم ان انتوا كبار، مش هعتبركم اطفال، عادي جدا، وهتكلم انا والضيف كده كبار جدا. ماشي. طالب المثالي ومعلم الاجيال كانوا بيسمعوا المشاهد وهما بيتفرجوا. تحيه وترحيب بالنجم محمد هنيدي. حافظين الفيلم؟ الحمد لله الحمد لله، ربنا يحميكم. جميل يا ولاد، لسه ما قالش حاجه يا حبايب. جميل جميل. طيب بس بقى احنا سكوت بقى خالص، هنسمع الاستاذ ده بيقول ايه. لا ما شاء الله عليك. لا مش هضرب حد ولا في حد يضرب. في حد بيضرب؟ بس خلاص، لا فيش ضرب. ربنا يخليك يا حبيبي وانت قمر. طب عليا ولا في ايديا حقيقة ولا حلم خيالي؟ ازاي في لحظة وبكلمة واحدة عرفت عينيا يا عينيا سهر الليالي؟ بس هي هنا اللي افتكرتيني بيها.
انت العسل يا روح قلبي، انتوا العسل والله، ربنا يخليكم ليا يا رب. احنا النهارده معانا يعني جمهورنا العادي ومستضيفين مجموعه من دار مسنين، مش لسبب غير ان احنا ندخل عليهم البهجه اذا كنا نقدر على ده. وفي كتير من الحلقات بنحاول نطعم جمهورنا من بناس محتاجه تغير جو، محتاجه لازم اشكرك وبالنيابه عن مش مصر، مصر كلها، انك انت يعني الفكره دي بجد انا اول ما عرفت بره مش قادره اقول لك كنت فرحانه قد ايه، وقلت بجد منى يعني عايزه تحيه كبيره بجد. اشكرك اشكرك. طيب بس عشان ارجع الفضل لاصحابه، احنا فريق عمل مخلص وشغوف انه طول الوقت يفكر في حاجات لطيفه للناس. ليه يا روح؟ بعد الشر عليكي، سلامتك، الف سلامه عليكي. طيب لا انا والله هجي لك ابوسك. اجي لك. لا خليكي قاعده انت، خليكي يلا. احجامي يا حبيبتي يا بلدي، من احجامي يا بنت بلدي، من الاحجام يا رب. اتفضلي تسلمي تسلمي. تعرف على حضرتك؟ تعرف انت جيت والكشك اتحط ولا برضو يعني مفيش؟ ها عزبه هي عزبه، بس بمناسبه عزبه انا امي اول ما عرفت ان انا جاي مع حضرتك النهارده ادتني التليفون. ايوه. وقالت لي تتصور مع استاذه منى. ماشي. انا هتصور انا وانت كده. ايه يا جماعه الحركات دي؟ حاجات ما ينفعش في استديوهات خالص ابدا. انا ماما انت ايه؟ انا الشاذلي. اهلا يا ماما. ولا لا بحبك يا ام احمد. بحبك يا ام احمد. بحبك يا ام احمد. بلدي قوي يا حسين. الحمد لله. ازاي حضرتك؟ مامة احمد الجرح. لا مش مامتي، فين؟ اه في الكاميرا. الكاميرا. طب عايز اسالكم سؤال، عايز طب انتوا ما بتغنوش اغنيه لنفسكم في هندسه؟ في كل كليه بيبقى لها اغاني كده حلمنتيشن. ها؟ لسه ما دخلوش في الحته دي. لسه ما دخلتوش يا عيني. طيب وحياه قلبه وافراحه اخبارها ايه؟ شغال؟ اه طيب انت بقى هتبتدي لنا الايقاع من عندك، الايقاع الايقاع بتاعت وحياه قلبه وافراحه. انتوا مش من هنا؟ ايوه. اه لا لا It's a pleasure to have you in our studio. It's a pleasure to have you on our land, your dear guests, in a very special occasion, which is Samaa Festival. Anyhow, we're just having only 5 minutes to start. Thank you. That is good. 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 اولا احنا بنعتذر بشده على التاخير لظروف خارجه عن ارادتنا، اسفين جدا. الحاجه الثانيه، انتوا قاعدين في الحر ده ازاي؟ ممكن نعلي التكييف شويه ولا انا اللي حرانه؟ هي الدنيا لطيفه حر صح؟ طب وما قلتوش ليه حاجه؟ انا كنت من النوع اللي ملتزمه وما زلت لغايه النهارده بلتزم بمواعيدي. انا اسفه النهارده اتاخرت غصب عني. احنا يعني ما قلنالهمش ان انت اللي اتاخرتي. طب خلاص. Thank you.
الاول وبعد كده ندخل في الشوكولات. ساحت وراحت مطرح ما راح. كل البنات ارتاحت وانا عايزه شوكولات. ماشي. والله الجمهور في الحسين كان بحدف لي الشوكولاتات دي بالهبل. لميتي شوكولاته انت لما يا حياتي. لا تجيب لي شوكولاته يا بلاش يا ولا ارد لك عين بطاطا لا بلاش يا ولا انا عايزه شوكولاته لا بلاش يا ولا اروح رجع عين بطاطا لا بلاش يا ولا مدحت صالح. الفنان مدحت صالح كانت من امتع البروفات على مدار الحلقات كلها. ومش قادره اقول ان البروفات احلى من الحلقه، لانه الحقيقه الحلقه كانت رائعه وممتعه، انما البروفات كان فيها روح واجواء مش طبيعيه من الفن والطرب والضحك والهزار وتبادل الادوار. انا دخلت وكنا بنجهز مع الشباب التفاصيل النهائيه للحلقه، بتبقى مقدمه البرنامج لسه يعني لابسه اي حاجه، يعني لسه ما تهيئتش بلبس الحلقة. وسمعت مدحت صالح وهو بيغني. بسم الله بسم الله بسم الله. دي ايه كأن عملنا المزيكا من عندي تجرب بس طبعا. والحلوة دايم شباكها شجرة السرعة دي حلوة ولا في البسة دي حلوة بابا 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 يا حسن يلا الكورال يلا الحلوة داير شباكة شجرة فاكة ولا في بساتين الحلوة بشباكة طالة يا حسن يا حسن زيت الحلوين الحلوة انحير امشي العمر من منك يا حبيبي ولا من ضحكة عينيك عينيك الحلوة دي الحلوة هوبا أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي انطفي لايبي افتح ذوبني الغياب ذوبني يلا هو قليلك مجان الغالي ودفع علي الباب اتبسمت أنا زي العادة وقلت يا باب يا حبيبي يا تاري حبيبي
حبيبي يمضط ليلي يفتح هنقفل خلاص هنقفل خلاص. هو مدحت صالح لو قرا نشرة الأخبار بصوته هتبقى نشرة حلوة وجميلة وتسلطنا. إنما طبعا مش كل الأجواء فيها بروفات، ده في حلقات بيبقى قبلها كمية تنشن وتوتر كبير جدا، لأنه الحلقات لا تتساوى والمواضيع لا تتساوى والقصص لا تتساوى، كل حلقة ولها أجواء. بعد الفاصل المزيد من أجواء وكواليس الحلقات. تانية كان أبطالها نجوم في الغنى الشعبي، محمود الليسي وبوسي. كنا بنعمل حلقة أصلاً عن أفلام العيد الحقيقة، وكان منهم فيلم هم أبطاله، وقررنا أن احنا ناخدهم وناخد المشاهد في زاوية يمكن ما يكونش واخد باله منها. يعني محدش يختلف على الغنى الشعبي، إنما كلنا نقدر نختلف على إيه اللي بيتأدى وشكله عامل إزاي. وانا يمكن اكون من طبقه المتوسطه ومن اسره طول الوقت ما بتحبش فكره الابتذال في اي حاجه، لا الابتذال في الحديث ولا الابتذال في الفن ولا الابتذال في التعبير ولا الابتذال في اللبس، يعني تركيبتي تتشابه مع ملايين من المصريين. عندنا اتنين اصواتهم رائعه، انما بيطلعوا في الافلام في حالة من الرقص الهستيري طبعا بوجود رقصات مشاهير. يعني قلنا احنا حلقتنا هتنصب اكتر على الفن الشعبي، ودخلوا بلبس الكورة اللي هو اللبس اللي كانوا الدور اللي بيلعبوه في الفيلم، وبعد كده اخدنا فاصل وراحوا غيروا هدوم. والحقيقة فاجئوني، يعني انا بالذات بوسي لقيت، والحقيقة كنت سعيدة بده. بوسي كان عندها من الذكاء ان هي لما 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 لبست لبس تاني لبست لبس مناسب لجمهورنا ومناسب لقعدتنا ومناسب لشخصية البرنامج ده. لبستلك البدلة ودي أنوثة وشياكة مرة تانية. زي الأمر. أيوة كده الاستشوار أيوة كده والفرق على جنبه. لسي عمل عمايل في البرنامج. كده كده خرجنا من الشورت والفانيلا. شويه كده الجبتيت ماركه كده اسمها انجليزي. تحفه. والنبى اقلع. والمصحف اقلع. والنعمه حلوه عليك. دينا كده بقى طرب واغنيه عاطفيه لايقه بالطقم الشيك ده. كان يا مكان 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 الحب ماني بدنا ومدفينا الحنان ودفينا
اللي غنيتها توسي الميادة الكناوي. خليني اقول لكم معلومه، هي طبعا هي اتعرضت في الحلقه، الاغنيه اتعرضت في الحلقه، انما كمان هي من اكتر المقاطع مشاهده على قناتنا على اليوتيوب وعلى صفحتنا. وهنتهز دي فرصه ادعوكم للمتابعه والاشتراك والتواصل مع قناتنا على اليوتيوب، لانه طول الوقت بننزل كواليس، طول الوقت بننزل بعض التفاصيل اللي يمكن ما يكونش لها مكان على الشاشه، بس ممكن للي يحب يبقى فيها لمحات او لقطات مختلفه. علي الحجار عمل سهره عظيمه جدا ورائعه جدا، وكان فيها كواليس كتيره، او مش في كواليس، كانت برضو لان فيها غنى كتير وحكايات كتيره جدا، الوقت ما كفاش على الاطلاق انها تتذاع كلها. في اجزاء اضطرينا ان احنا اسفين واحنا متضايقين جدا ان هي بتتشال، بس عشان وقت الحلقه يبقى مظبوط في الحكايات بتاعته ما اتحطتش، وهنعرض جزء منها. انما كمان حريصه ان انا اعرض اغنيه هي اتعرضت في الحلقه، بس هو نفس الموقف او السين او المشهد اللي احنا كنا فيه واللي عرضناه، هو نفسه كواليس صناعه اغنيه. يعني اغنيه علي الحجار اللي دلوقتي بيغنيها في كل مكان، تدريباتها وبروفاتها وكواليسها وحفظها تم في هذا المكان مع الجمهور وامام المشاهدين عادي جدا، عيني عينك بدون اي حركة. انت عندك كم ولد وكم بنت؟ عندي 4 أولاد وثلاث بنات. 7. نعم 7. 4 أولاد وثلاث بنات. 4 زيجات 5 زيجات. 5. ومن أسبوع احتفلت بعيد جوازي الـ12، وأول مرة أتجوز أقعد مع واحدة 12 سنة يعني. إن شاء الله يا رب يديمها عليك. يا رب يديمها عليك النبي. حلو. بس عشان في وقعة حصلت، السولو هيتقال مرتين ولا مرة واحدة؟ مرة واحدة في تسليم الأستاذ علي. على طول مرة واحدة. هيثم، ايه اللي عايزين نأكد عليه كنا معلمين عليها في ذئاب الجبل وجرالنا ايه؟ ذئاب الجبل نجربها عشان برضو الصعيدة، ولو مش هتحلم معايا صعيدة بيتفرجوا على البرنامج ده. قالوا علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة، قالوا علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة، يا مغنواتي غني يا مغنواتي غني، حكايتنا عالربابة. قالوا علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة يا مغنواتي. على طول فورا اتعملت اغنية، احنا الجيش واحنا الشعب، شعبنا جيش وجيشنا شعب، وغنية جميلة جدا جدا كتبها صفوت زينهم ولحنها احمد حمدي رؤوف، وهندخل نسجلها كمان كام يوم. لا نسجلها كام؟ طب ما تسمعنا حتة منها، انا اول مرة في المعلومة. هو ايه انت يعني ده في جيبك على طول كده؟ في جيبي. ايه يا جماعة مش قادرة اصدق ده. لا كنت يعني كنت شايلها عشان طب ده عظيم. كاتب على ظهرها كلمات الكوبليه اللي انا كنت ناسيه في اغنيه هنا القاهره. ولا يهمك. اهي احنا الشعب احنا الجيش، جيشنا الشعب وشعبنا جيش. احنا الجيش احنا الجيش واحنا الشعب احنا الشعب، جيشنا الشعب وشعبنا جيش. احنا الشعب احنا الشعب احنا الجيش احنا الجيش، جيشنا الشعب وشعبنا جيش، لك كلنا مش قلبنا واحد، ما نستاهلش يا مصر نعيش، لو كلنا مش قلبنا واحد ما نستاهلش يا مصر نعيش، ما نستاهلش يا مصر نعيش. احنا الشعب احنا الشعب احنا الجيش احنا الجيش، جيشنا الشعب وشعبنا جيش. احنا الشعب احنا الشعب احنا الجيش احنا الجيش، جيشنا الشعب وشعبنا جيش، ولو كلنا مش قلبنا واحد ما نستاهلش يا مصر نعيش، لو كلنا مش قلبنا واحد ما نستاهلش يا مصر نعيش، ما نستاهلش يا مصر نعيش. خليك يا استاذ علي، خليك يا استاذ علي، خليك يا استاذ علي. اولا شكرا يا احمد، اول مره في تاريخ التلفزيونات تعمل بروف التحفيظ كده قدام الناس، انتوا كده بتحفظوا استاذ علي. محدش فيهم والله يعرف حاجه يعني. ما هو احنا وانا لسه ما حفظتش. ما هو طبعاً. احنا وقفتنا دي مش وقفه تلفزيونيه خالص، ده احنا متكربسين كده. طيب ازيك يا استاذ عبد الله؟
لا ده انا اللي ودني مش موسيقيه حفظت المذهب. فما تقوليش ان استاذ علي ما حفظش المذهب. ما حفظتش والله لسه. طب طب يلا احنا بقى خلاص احنا طيب احنا الشعب يلا احنا الشعب وشعبنا جيش احنا الشعب احنا الشعب احنا الجيش احنا الجيش جيشنا الشعب وشعبنا جيش احنا الشعب احنا الشعب احنا الجيش احنا الجيش احنا الشعب وشعبنا جيش مش قلبنا واحد ما نستاهلش يا مصر نعيش لو كلنا مش قلبنا واحد ما نستاهلش يا مصر نعيش نستاهلش يا مصر نعيش انا بشكرك جدا على حضرتك انا مفيش ممكن انت السبب يا شكرا والله عايز اقول لحضرتك دي اول مره مطرب يحفظ اغنيه شكرا جزيلا نيجي بقى لحسن الرداد حسن الرداد على الاقل بالنسبه لي كان مفاجاه بجميع المقاييس معرفش عنه غير ادواره اللي بيمثلها وكان لسه فيلم زنق الستات منزلش كان لسه منزلش في السوق فيعني شفته في ادوار كتيره لها علاقه انه الفتى الجان او الحبيب او الرصين ادوار كده ايه لها سمات عقله كده وراسيه انا فوجئت ان شخصيه حسن الرداد حاجه ثانيه خالص لا سمح الله مش قصدي ان هو مش عاقل بس هو شخص كوميدي جدا ولطيف جدا وطول الوقت بيهزر طول الوقت بيهزر ويوميها يوم حلقه حسن الرداد كان بيتزامن مع اسبوع عيد اليتيم وكنا عازمين معانا عدد كبير جدا من الايتام ومع الجزء بتاع فيلم زنق الستات ومع حسن رداد كان الولاد منسجمين جدا المهم حسن رداد في اجزاء كتيره بقى من الحلقه بتاعته دي والحقيقه انها كانت رائعه للاسف كان وقتها مضغوط وما قدرناش نعرض حاجات كتير حسيت ان هو عايز يقول وفضل فعلا يحكي بصدق لحد ما فجاه وفي وسط الحكايه وفي وسط التاثر والناس كلها في الكنترول روم مركزين في عينين حسن الرداد وهي بتتكلم وانا متاخده مع الحدوده مع الحدوته وقلبي مخطوف عشان اخوه الله يرحمه فجاه طفل من الاطفال اللي موجودين اتحرك خلينا نشوف الجزء ده اللي ما اتحركش عرفت انه لك اخ توفى من فتره في حادثه بس مش عارف ان انتوا فعلا كنتوا زي التوأم يعني عايز اقول لك انا مثلا بعد اخويا ما توفى قعدت سنه كامله ما بجيبش هدوم و و و لان مش عارف اروح مكان اشتري لان عمري ما رحت اشتري لوحدي ففكره ان معايا وبعدين احنا كنا بنجيب اللبس مقاسنا احنا الاثنين يعني بنطلونات بس هو مقاسه اكبر مني شويه لكن فلازم نقيس يعني ده لقيته مقاسي مش مقاسه ما ناخدوش فاهمه فتلاقي لبسنا كل واحد بنلبسه احنا الاثنين فانا دلوقتي مش عارف اروح لوحدي ففكره اروح اجيب عارفه في حاله كده معينه خاصه جدا في حياتي في كل حاجه في اكل في شرب في خروج في اصحاب فبقيت رافض يمكن كمان يمكن كمان ما كنتش قادر تشتكي وتحكي لمامتك لانه هي اصلا فيها اللي مكفيها يمكن كان طبعاً صعب طبعا طبعا فانا كان بالنسبه لي كمان القاهره هروب ان انا كان عندي كنت رافض المكان جدا في كل يعني تقريبا صحابي ما كنتش بكلمهم تقريبا المشتركين مش كرهم فيه بس مش قادر اشوفهم فكنت بهرب منهم كلهم ده اكتئاب حاد طبعا طبعا انا قعدت سنه لابس اسود زي ستات ايه ده والله فكنتش بقى اصحابي مش قادر اكلمهم خالص ما بخرجش في اي مكان خالص لان كنا طبعا دمياط وراس البر كلها بنخرج فيها لا لا ولا يهمك خد يقعد هنا هنا خد يقعد هنا هنا يا راح اضربها راس البر كلها بنخرج فيها لا لا ولا يهمك خد يقعد هنا هنا خد يقعد هنا هنا يا راح اضربها كويس خرجنا من سيبيه 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 ما تشديهوش هو عايز يجي من هنا عايز يقعد هنا هو طب لحظه هو انت عايز خد تعالى تعالى استنى وعايز يعدي ولا هو اخوكي
هو جاي 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 هيضربها بالقلم وماشي. طب هو عايز ايه؟ شهبه تعالى تعالى. عايز تبص؟ ايوه برافو برافو هياخده. يلا نسقف له سقفه جامده عشان هو شاطر. بتشفر. عايزين نوقف الاغنيه بس. اصل هو استاذ حسن الرداد من كتر الثقه يعني مش عارف هو نسي فرق الطبقات ما بينه وبين مدحت صالح. انا داخل من نيماجير يعني وهم بيغنوا يعني من هو مدحت صالح انتوا عارفين صوته محدود شويه بالنسبه ده لولا غلاوتك عندي ما كنتش غنيت. طب انا بس انا هقول لك على حاجه. يا رب يخليك. لا بس هقول لك على حاجه والله العظيم اسهل ويعني واشرف يعني انك تغني من غير مدحت صالح. هتغني من طبقتك. لا بالمزيكا بس عشان ما هو المزيكا هيلخبطك. اصل انا مش مغني انا ممثل. طب يلا هنقول واحد اثنين ثلاثه والله سقفوا له هيتعب مع مدحت صالح. يلا هتلاقي ولا هتطلع احسن. وجاي انت ضيعونا في البرنامج. لا 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 انت متعدد المواهب يا مدام منى. ما ينفعش الكلام ده. لا ينفع هو اللي داخل بصدره. طب غني معايا في ال يلا حسن. وانا وياي بعيش زي المليونيرات بحلم وانا معيش ملعنش لا زمان. وانا وياي بعيش زي المليونيرات بحلم وانا معيش ملعنش لا زمان. يلا 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 ايوه كده يلا. طب اقوم اوعى انا اوعى اوه اوعى الحقيقه يا مدام منى. أنا هختم بحاجة بنحاول طول الوقت إن إحنا نقدمها من فترة للتانية. إحنا في برنامجنا دايماً بنعمل أفكار أو هدايا أو تواصل بشكل خاص مع مشاهدينا سواء اللي موجودين في استوديو كجمهور فعلي بيحضروا الحلقة وهي بتتصور أو كمتابعين لنا على الصفحة أو على القناة. ليه بندي هدايا؟ أولاً الهدايا مهما كبرت أو مهما غليت ففي النهاية هتبقى حاجات بسيطة. يعني احنا نتخاطب ونتواصل مع اولا مئات من الناس معانا في الاستوديو ومئات الالاف او ملايين عبر الشاشه ففي النهايه هنقدم ايه؟ لما بنعمل هدايا او بنقدم للناس حاجات هي دايما في معظم الوقت بيبقى عندنا رساله. بتبقى الرساله احيانا مناسبه عايزين ناكدها او هدف عايزين نعززه او متعه عايزين نضيفها للناس. البرامج لها يعني أركان كتيرة. بنقدم قيمة، بنقدم لغة، بنقدم قصة، بنقدم فايدة، بنقدم خبرة، ومفيش مانع أبدا إن احنا نقدم ابتسامة ورسالة في شكل هدايا بسيطة بتقوي وتدعم التواصل ما بيننا وما بين الناس طول الوقت سواء اللي موجودين في الاستوديو أو اللي بيتابعونا وبيتواصلوا معنا عبر صفحة الفيسبوك أو قناة اليوتيوب. الهدية هي مجموعة كبيرة جدا من الكتب. مجموعة كبيرة جدا من الكتب. الحقيقة ان احنا هنقدم عجل هدايا. ميرسي يا دكتور. يلا على العجل. شكرا جزيلا. شكرا. ميرسي. يلا بمناسبة عيد الأم. عيديك اوعى حد يضحك. انت كل واحدة فيكم لها قسمتين طقم حمام وسيراميك حمام. الله يعني من فوق لتحت.
اهو كل واحده اثنين. ممكن تدي لهم بقى؟ طبعا اتفضلي. قولي لي بالحق. ها؟ الابيض والعافيه. هنقدم لحضراتكم كام كرسي؟ 10. عدوا معايا. أشرف عبد الباقي وتياترو مصر هيدوا دعوات كم دعوة؟ 100 دعوة. احنا هندي لكل واحد فيكم 5 تذاكر لواحدة من أكبر أماكن الترفيه في مصر كلها، مدينة كتزينة. دي كلمات أنور السادات لابنه في كتابه اللي أعيد طبعه من دار الهلال، واللي هنهادي جمهورنا بأعداد أكثر الثمانيات. جيهان أنور السادات. مستعد أعمل كلهم كده. يلا وده يسعدني عشان أكتر كده. مين حبيب بابا؟ مين روح بابا؟ علشان خاطر مين بابا؟ احنا بنقدم لحضراتكم لمشاهدي البرنامج قسائم شراء كتب، كل قسيمة بمئة جنيه هدية. بنقدم 200 قسيمة شرائية بمئة جنيه. محافظة بني سويف فيها أفقر قرية في مصر، قرية بهنمو. الفقر مش عيب، الفقر واقع، العيب إن احنا نعمل مش واخدين بالنا. وبالتالي احنا النهاردة مش هندي كيلو، مش هندي شنطة، احنا بقرية بهنمو ومركزها المحلي هندي طن رز وطن مكرونة و1000 لتر زيت وكل سكر على قد ما قصر وكل سكر. عماد متعب وحسام غالي مضوا كور لكل الناس اللي في الاستوديو. هيبقى معاه كورة بإمضاء عماد متعب.
تهادوا تحابوا. يمكن دي على المستوى الشخصي والمباشر، انما زي ما قلت الهدايا بالنسبه لنا بيبقى لها رساله، بيبقى لها معنى، بيبقى لها فكره عايزين نقولها او ناكدها او نعززها. اللي انا عايزه ااكده واقوله واعززه الان هو ذلك الشكر الكبير والامتنان الكثير والمحبه التي ليس لها حدود اللي اكنها لكل فريق عمل البرنامج ده، في الاعداد وفي الانتاج وفي الاداره وفي الاخراج وفي الفنيات وفي التقنيات. خليني اقول انه فريق البرنامج ده، صحيح احنا بنطلع مرتين في الاسبوع، انما طول الوقت فريق البرنامج ده بيقعد يفكر يجتهد ازاي نقدم حاجه جديده، ازاي نقدم حاجه حلوه، ازاي نقدم حاجه لها معنى من غير ما يبقى شكلها متكلف، من غير ما يبقى فيها تنظير كتير، من غير ما يبقى فيها عكنانة على الناس، من غير ما يبقى فيها تفاصيل ترهق اللي بيتفرج. كل حاجة عميقة وحلوة وجميلة قدرنا نقولها من خلال قصص صغيرة وضيوف، بعضهم مشاهير وبعضهم مش مشاهير، وحكايات بعضها كبير وبعضها صغير. الفضل في ده كله يرجع لفريق عمل محترم ومحب ومش عايز أي حاجة غير إنه يقدم حصة أو مساحة إعلامية ممتعة ومفيدة. كل التحية والشكر لزملائي وأصدقائي وأخواتي الصغيرين اللي في البرنامج، وبالتأكيد للمشاهد الفاضل الذي يتابعنا على الدوام. كل سنة وأنتم طيبين. سلام.